الهدف. مرة قعدت بمكان مظلم بيني وبين نفسي، ظليت أفكر وظليت أدور ما بين البشر على أنه شخص يهتم بهدفي أكثر مني، ما لقيت. فعملياً وفعلياً وكل هاي الأمور اللي تنقال بها تنوين، أنت أكثر واحد، أنت أكثر واحد لازم يهتم بهدفه، لأنه ما حد راح يهتم بهدفك أكثر منك. فقاعد أفكر بالظروف، قاعد أفكر بالناس المحيطة، قاعد أفكر بهواي أمور. بعدين اكتشفت أنه لازم أني أسد كل هاي الأبواب، باب الظروف، باب التأثير السلبي من الناس، أي باب يسوي باد، أو أي باب يجي من عنده أشياء تسوي باد امباكت على الهدف مالتي أو عليا. فسديت هذني كلهن وفتحت باب يوصلني لعالم، هذا العالم بطموحي، برغباتي، بأهدافي، بالصبر، بالعزيمة، بكل الأشياء اللي راح تقربني من هدفي. ففكرت وخططت وقررت أعيش بهذا العالم اللي ينفتح من خلال هاي الباب، والباب هاي أنا فتحت، ما حد فتحها علي، أنا فتحت. بينما الأبواب الأخرى الظروف فتحتها، الناس المحيطين بي فتحوها، يمكن حتى الأهل هم اللي فتحوها، بس الباب مال هذا العالم أنا فتحته وقررت أنه أعيش بهذا العالم. فعمليا لا تتصور أنه أكو واحد راح يهتم بهدفك أكثر من عندك، يهتم بأنه أنت توصل مثلا لهدف معين أنت بخططه أكثر من عندك. أنت الوحيد وأنت أكثر واحد راح تهتم بهذا الشيء، لأنه أساسا احتمالية بأنه دول الناس أو دول الأشخاص المحيطين بك يفهمون هدفك شنو هو أصلا أو يفهموك أنت، هو احتمالية ضعيفة. حتى لو كان أبوك، حتى لو كان أمك، حتى لو كان أخوك، حتى لو كان زوجتك، حتى لو كان زوجك، أيا يكن، احتمالية فهمه لهدفك أو لهدفك ضعيفة. وإن كان هذا الشخص قريب من عندك، فمو بالضروري أنه يفهم هدفك شنو هو. فأنت الشخص الوحيد المسؤول عن هدفك، فلا تحمل الظروف، لا تحمل الظروف، لا تحمل الموضوع على الظروف، ولا تحمل الموضوع على الناس، ولا دائما تقول أنه لأنه كذا، لأنه بسبب كذا، لأنه بسبب كذا، لأنه لا، صدقني، لأنه أنت دائما أكو فرصة، دائما أكو فرصة، طالما وضعت الرغبة بداخلك للوصول لشيء معين، فبمعنى تلك فرصة. Thank you.